فيه اللي شغال عادي وفيه اللي له مشاكل. المشاكل دي دايما احنا بنواجهها وبنناقشها، والفترة الأخيرة إن جيت الحقيقة جهد حكومي وتفاهم من كل الأجهزة اللي في الدولة، بحيث إن تقريبا المشكلات الرئيسية للمستثمرين السعوديين اتحلت بالكامل. كان إيه أبرزها؟ كان أبرزها الشركات اللي تم خصاصتها من 15 سنة وانت كدولة بعتها بشروطك، وطلعت أحكام محاكم نهائية إنها تترد. فأصبح الأوضاع بقت الدولة في مشكلة، وهو نفس المستثمر بقى في مشكلة طبعا. فعشان تحلها مع وجميعا احنا نحترم ولا وجميعا احنا نحترم القانون طبعا، سواء الجانب السعودي او المصري او الحكومة حقيقة يعني. فكلها طبعا في لجنة كانت شكلت لفض المنازعات لها السلطة النهائية برئاسة السيد رئيس الوزراء تحل المشاكل، وبتدخل قبل في لغاية ما تصل إلى هذه اللجنة، لأن اللجنة دي قرارها نهائي. أنت كطرف آخر من حقك تروح تتظلم بقى أمام القضاء إذا كان مش عاجبك هذا القرار، لكن ولا واحد يظلم بقى أنه هو بيبقى بالاتفاق. وبذل جهد فيها كبير جدا، وكان في تفاهم ضخم جدا جدا من كل الأجهزة الحكومية والرقابية اللي في البلد. فقدرنا نحل خلال الفترة الأخيرة ما فيش يعني تقريبا ولا مشكلة المشاكل بقى العادية اللي في أي حاجة لا بس اللي عاملة غضب أو بزعل الناس انتهت بتفاهم وبناس بالتوافق وبتوافق وبرضا. طب هل المستثمرين اللي خدوا أحكام وتم استثمروا ولا مشوا؟ يعني استمروا؟ انت بكرة هتشوف في المستقبل ان هم نفس الناس دول. خد بالك طبعا دي كانت رسالة سيئة، وكانت بتبقى بالنسبة لنا احنا مشكلة كبيرة جدا جدا انك تيجي تتكلم مع ناس تعالى استثمر في مصر والظروف كذا اللي انا هشرحها لك. ان الظروف حاليا دلوقت باللي اتعمل في الثلاث اربع سنين الماضية من وجهة نظر انا الشخصية بتجعل مصر من احسن الفرص الاستثمارية اللي موجودة على مستوى العالم. زي ما انا هستعرض لك العوامل ايه وبسرعة يعني. فكانت بتبقى مشكلة انك كده وتقول للناس ويبقوا مقتنعين كذا، وفي ذهنه ان اللي جه استثمر قبل كده من 10-15 سنة في مشكلة كبيرة وفي مشكلة قدام كده انت كدولة، فأدى ان الناس انها تخاف رجعت تحجم انها تيجي في قرارك. كانت مشكلة كبيرة، كانت مشكلة كويس. انت حاليا المشاكل دي مع السعوديين او غيرهم تقريبا اتحلت، او في الباقي في سبيله حتى اللي كان وصل للتحكيم. هم طبعا عشان علاقتهم بمصر جيدة وعلاقة الدولة نفسها جيدة، وهم طبيعتهم يحترموا قوي الدولة وقراراتها، فمحدش منهم كتير راح تحكيم بعكس مستثمرين كتير آخرين راحوا تحكيم. لكن كل المشاكل دي اتحلت حاليا في الفترة الماضية باللي حصل. نمرة واحد شبكة الطرق اللي محدش خالص يقدر يتجاهلها اللي بقت موجودة. لأن أنت عشان تبقى تجذب استثمار كدولة، لأن المستثمر على مستوى العالم ده قدامه العالم كله مفتوح ومفهوش عواطف، فيه فيزابيليتي وربحية، وفيه إن يبقى إما يبقى فيه مشكلة تتحل وما أحب يخرج ده على مستوى العالم. إحنا كان بالنسبة لنا في مشكلة في الطرق، كلنا أهم منها كمان 3-4 سنين الماضي كان في مشكلة الكهرباء. الكهرباء اللي عندك مش كفاية وبتقطع، فمين هيجي يبني مصنع عندك؟ والمصانع بالذات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي قايم على الطاقة. مين هيجي يعمل عندك شغل زي ده مهما كان هو حبه لهذه البلد او عنده مصلحته وعنده فلوسه ويعمل الاستثمارات دي كلها وتفضل ومركونه من غير وكان في حالات موجوده